وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لكل أمة من أمم الأرض مناسبات تتذكرها كل عام، من أجل أن تستخلص منها الدروس والعبر، ومن أجل الوقوف مع ما يمكن الاستفادة منه في تاريخ أي أمة. وأي أمة ليس لها تاريخ فمعناه أنه يصعب عليها أن تبني المستقبل، ونحن الأمة الإسلامية لنا ماض عريق نتشرف به ونتذكره دائما من أجل أن نبني عليه المستقبل الذي يليق بوضعية وحقيقة وكرامة هذه الأمة. من بين هذه المناسبات التي نتذكرها كل عام ذكرى 11 يناير، وهي ذكرى تقديم وثيقة للمطالبة بالاستقلال. هذه الوثيقة التي نحن أحوج ما نكون إلى الوقوف معها ومع مثل هذه المناسبات، من أجل أن نستخلص الدروس والعبر، من أجل أن نتوقف مع الهدف الذي من أجله قدمت هذه الوثيقة، ومع المضامين التي تضمنتها هذه الوثيقة، ومع ما فعله الخلف تجاه ما ضمنه لنا السلف، أي ما الذي وصلنا إليه، وما موقف الأحفاد مما وضعه ورسمه الأجداد. إن طبيعة كل الأمم في التاريخ، الأمم المتحضرة طبعا، دعك من الأمم التي تقبل أي شيء، من الأمم الفارغة التي يمكن أن تعبأ بأي شيء، الأمم المتحضرة طبيعتها أنها ترفض الظلم، طبيعتها أنها تأبى الظلم، طبيعتها أنها تقف ضد الظالم أياً كان هذا الظالم، لتردعه ولتوقفه أو تقفه عند حده، ولتقول له إننا لسنا مجالاً لاحتلالك، ولسنا مجالاً لاستعمارك، ولا نقبل بك، ولا نرضى أن تكون والياً حاكماً علينا. هذا ما قالته الأمة الإسلامية للمستعمر في كل أصقاع الأرض، في كل أصقاع الأرض، لأن هنالك طبائع بشرية متباينة. عندما تدرس النفس البشرية من خلال القرآن الكريم، الباحثون في علم النفس لهم دراسات يبحثون فيها عن النفس البشرية، لكن القرآن الكريم تناول النفس البشرية
ولكنه ليس انطلاقا من نظرية فكرية معينة، وإنما انطلاقا من خالق النفس البشرية وهو الله عز وجل. الله عز وجل يطرح لنا نوعيات النفوس في القرآن الكريم. هنالك نفوس طبيعتها الظلم، وطبيعتها القهر، وطبيعتها الطغيان، وطبيعتها الاعتداء على الناس، وهنالك فطرة في النفس البشرية أيضا تدعو إلى مقاومة هذا الظلم، وإلى مقارعة الاستبداد، وإلى مقاومة الاحتلال أيا كان. لذلك يقول الله عز وجل: إن الإنسان لظلوم. هذا حكم على نفسية الإنسان، وكلمة الإنسان هنا للاستغراق، أي كل الإنسان. طبيعة النفس البشرية عندما لا تضبط بالدين، وعندما لا تضبط بالشريعة، فإن طبيعة نفس البشر ميالة إلى الظلم، وميالة إلى الاعتداء على حقوق الآخرين. لذلك جاء الله تعالى بهذا الحكم المستغرق المستوعب، فقال: إن الإنسان لظلوم. وظلوم صيغة مبالغة، لم يقل ظالم، وإنما قال ظلوم وكفار، أي مبالغ في كفر النعم أو في جحد الآخر أو الاعتداء على الآخر. وفي سورة الأحزاب أيضا يوضح الله تعالى هذه الحقيقة البشرية في الإنسان الذي تحمل الأمانة التي عجز عن حملها، عجزت عن حملها السماوات والأرض، وحملها الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. أي طبع النفس البشرية هكذا، قبل أن يأتي الشاعر العربي القديم ليقول: والظلم من شيم النفوس، وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الظلم طبيعة بشرية في النفس الإنسانية، فإذا وجدت من يتعفف عن ظلم الآخر والاعتداء على حقوق الآخر فلعلة لا يظلم. هنالك علة، إما أنه جبان، وإما أنه لا يستطيع، وإما أن لديه مانعا خلقيا في داخله، لديه مانع وحاجز ديني، أي قيمة في نفسه، وهي قيمة رفض الظلم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. حتى قال زهير: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هكذا النفوس البشرية، حتى من لا يظلم فإنه يكون عرضة للظلم، وهذا واقع. لذلك كان من فطرة الله التي ركبها في نفس الإنسان أنه يقاوم الظلم، وأنه يقف ضد الظلم، وأنه يتحد من أجل أن يقول للظالم: إنك ظالم. والأمة الإسلامية كانت النموذج الأكبر في هذا، لأن هذه الأمة الإسلامية منذ أن ظهر دين الله، منذ أن ابتدأت ليس فقط برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما منذ أن بعث الأنبياء من نوح عليه السلام وما قبله، من نوح بدأت الصراعات والمعاناة بين الحق والباطل، بل من ابني آدم عليه السلام بدأ الصراع بين أصحاب المبادئ الحقة وبين الظالمين، أصحاب المبادئ الفاسدة. وجاءت الشريعة الإسلامية أيضا فتعرضت لمثل ما تعرضت له الديانات، أو تعرض له الإسلام على الأصح، لأن الدين عند الله الإسلام منذ أن بعث الله به أوائل الأنبياء عليهم السلام. من المرحلة المكية تعرض الإسلام للظلم، ولكن الطبيعة الإسلامية أن الإسلام بقدر ما يرفض الظلم بقدر ما يفرض المقاومة والدفاع والوقوف ضد الظلم. لاحظوا هذه المعادلة، الإسلام يرفض الظلم، وقد قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهو يرفض الظلم والاعتداء، ولكنه يفرض الجهاد من أجل وقف هذا الظلم وهذا الاعتداء.
في مرحلة المرحلة المكية تعرض المسلمون للظلم والاضطهاد، في المرحلة المدنية أيضا تعرض المسلمون لتكالب القوى التي كانت حاضرة آنذاك، وتجلى ذلك أكبر ما يتجلى في غزوة الأحزاب، سماها القرآن الأحزاب، وسورة في القرآن تسمى الأحزاب. هذه ليست أحزاب القرآن، الأحزاب بمعنى الحلفاء الذين اجتمعوا من أجل أن يقضوا على هذا الدين في مهده في المدينة المنورة، وقاوم هذا الإسلام ودافع هذا الإسلام باستماتة من أجل أن يثبت ومن أجل أن يواصل ويستمر. ثم تتابعت الحملات، جاء غزو التتار لهذه الأمة وقاومت الأمة ودافعت، نعم وقع لها ما وقع، أصابها ما أصابها، قتل منها من قتل واستشهد منها من استشهد، ولكن مع ذلك كانت النهاية دائما للقانون الإلهي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. النهاية لن تكون للظالم أبدا، لن يفرح الظالم أبدا، حتى قال الشاعر العربي القديم: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. أي صاحب البغي وصاحب الظلم لا يمكن أن ينتصر، واهمون هؤلاء الظالمون الذين يقهرون الناس الآن كما يقع في بلاد الشام وكما يقع في بلاد مختلفة، عندما يقهرون الناس ويقتلون الناس ويدمرون البيوت فوق الناس ويظنون أنهم سينتصرون. لن ينتصر الظالم أبدا، وإن بعد حين ولو بعد مدة، ربما يستمر مدة، قد يستمر شهرا وقد يستمر عاما أو أكثر، ولكنه في النهاية لن يهدأ له أو لن يهدأ للمتطلعين للحرية بال حتى يحققوا آمالهم. ثم ابتليت الأمة بعد التتار بالحملات الصليبية التي كانت تغزو الأمة الإسلامية شرقا وغربا، وما تزال آثارها إلى اليوم. لاحظوا الظلم الذي وقع على هذه الأمة والقهر الذي وقع، ما تزال سبتة ومليليا عندنا إلى اليوم من 520 سنة وهي تحت الاحتلال الأسباني، وما تزال إلى يوم الناس هذا في العصر الذي يزعم الناس فيه أنهم قد خرجوا من عصور الاحتلال والإذلال والاستعمار وصاروا إلى عصور الحرية وتقرير المصير، ما تزال بعض البؤر إلى اليوم محتلة كما هو الشأن في سبتة ومليليا وكذلك في فلسطين. لذلك هذه الأمة بقدر ما كانت تتلقى من الضربات ومن الهجمات فإنها كانت تدافع وكانت تقاوم، وكانت تارة تنكسر وتارة تنتصر، تارة تحجم وتارة تقدم. هكذا كانت هذه الأمة عبر التاريخ، وصدق الله عندما وضع في ذلك ميزانا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إلى أن ابتليت الأمة أخيرا بهذا الاستعمار الذي وزع بلاد المسلمين كما توزع الكعكة بين أكلتها، فأعطيت بلاد إسلامية للأنجليز، وبلاد ليبيا مثلا للطليان، وبلاد المغرب العربي للفرنسيين، وبلاد أخرى في أفريقيا للبرتغال، وفي آسيا كذلك، وهولندا انتقلت دولة ما كان فيها آنئذ أكثر من 1,000,000 تقريبا من الناس، وصار من العجيب أنها تحتل بلدا فيه عشرات الملايين من المسلمين. لكن هذه الأمة لم تقبل بهذا الاستعمار، رفضته رفضا باتا. لماذا؟ لأن دينها يرفض لها الإذلال، لأن إسلامنا يفرض علينا أن ندافع. ويمكنكم أن تنظروا الآن في البلاد الإسلامية الحاضرة من أجل أن تعطيكم الدليل على ما كان عليه الذين استعمروا من قبل، ما كنا عليه نحن هنا مثلا. من الذي كان يدافع؟ من الذي كان يقاوم؟ من الذي كان يضحي بنفسه ويضحي بدمه
ويضحي بأسرته ويضحي بماله وبكل ما يملك من أجل أن تتحرر هذه الأوطان. إنهم المسلمون، إنهم الذين آمنوا بالقرآن، إنهم الذين يؤمنون بالاستشهاد في سبيل الله. من الذي يدافع في فلسطين الآن؟ إن هنالك أناساً يدافعون بأنفسهم وصدورهم، ولكن هنالك أناس آخرون إذا تعلق الأمر بخطابات أو بمؤتمرات في الفنادق فإنهم أصحابها، أما عندما يتعلق الأمر بالقتال في الخنادق فإنهم الأبعدون منها. لذلك الإسلام يرفض هذا الظلم منذ أن وطئت أقدام فرنسا في المغرب عندنا قبل 100 عام. هذا التاريخ 100 عام لا يشرف مسلما أبدا ولا يفتخر به مسلم أبدا، لأنه التاريخ الذي يؤسس والذي يؤرخ لليوم الذي وضعت فيه فرنسا أجنحتها على هذا البلد الطيب الأمين، ويؤرخ للوقت الذي أناخ فيه هذا المستعمر بكلكله الثقيل على هذا البلد. منذ ذلك اليوم لم يهدأ للناس بال حتى أخرجوا هذا المستعمر، قدموا وثيقة المطالبة بالاستقلال، ولكنهم قبل الوثيقة وبعد الوثيقة قاوموا ودافعوا وجاهدوا. لكن السؤال الذي يبقى الآن في مثل هذه الذكريات هو سؤال مزدوج، سؤال مزدوج: من أجل ماذا كان أجدادنا يدافعون؟ ولماذا طردوا المستعمر؟ والسؤال الثاني هو: ما الذي فعله الأحفاد بعد هؤلاء الأجداد الذين طردوا هذا المستعمر؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تطرح في هذه المناسبة. لا يشك عاقل ولا يشكك نزيه، لأن هنالك من صار يكتب هذه الأيام يشكك في تاريخ الأمة كلها منذ 14 قرناً، وفي تاريخ هذا البلد بالذات، وفي إسلاميته، وفي مقوماته وهويته. لو كان الإنسان نزيها، ولو كان الذي يتحدث ويتأمل في التاريخ عاقلا، فإنه لا يمكن أن ينكر أبدا أن هذه الأمة إنما دافعت وإنما وقفت ضد المستعمر لأنها وجدته لا يدعو ولا يتوافق مع هويتها. لو أن فرنسا جاءتنا بالتحديث كما يقول هؤلاء الحداثيون الآن، لو جاءتنا بالتطوير، لو أنها أعطتنا خطة من أجل أن نبني طرقنا، ومن أجل أن نرقي تعليمنا، ومن أجل أن ننظم حياتنا فيما يتعلق بالطب والصناعة، لو أنها علمتنا منذ 100 عام كيف تصنع السيارة وكيف تصنع الأسلحة لقلنا مرحبا بذلك. ولكن الواقع أن أجدادنا الأكرمين أدركوا أن هذا المستعمر أتى من أجل أن يقضي على هوية هذه الأمة، ومن أجل أن يشكك في دين هذه الأمة، ومن أجل أن يفرض ثقافته هو على الآخر. أنا أعطي ملحظا واحدا فقط في هذا الباب: قبل دخولي فرنسا كان الناس يؤرخون بتأريخ هذه الأمة بالتأريخ الهجري، وكانت اللغة العربية هي لغة العلم في هذا البلد، بها يتحدث العلماء، وبها يكتب الأطباء، وبها يكتب السياسيون، وبها يتحدث الناس في كل المجالات. لكن عندما دخلت فرنسا أزاحت العربية وأزاحت الشريعة وفرضت لغتها بالحديد والنار، وفرضت ثقافتها، وفرضت تاريخها الميلاد المسيحي الذي لا زال بعض ضعاف الإيمان إلى اليوم يحتفلون به ويهنئ بعضهم بعضاً بمناسبة عيد فرض مع المستعمر. ما كان الناس يعرفون التقويم الميلادي، حتى لو كانوا يعرفون ما كانوا يقومون به وما كانوا يؤرخون به، وإنما تأريخ الأمة هو الذي كان حاضراً لمدة 13 قرناً. فمن أجل هذا إذن، من أجل الهوية، من أجل الدين، لأن الناس شاهدوا فرنسا وما كانت تفعله بالمتدينين، ما فعلته بالتعليم الإسلامي، ما فعلته
القرويين وبالمدارس القرآنية من مضايقة وإلغاء وفرض لقوانين جائرة على التعليم الإسلامي من أجل أن يحيد الناس عن قرآنهم وعن دينهم ويتعلموا على منهج آخر يفرضه المستعمر. من أجل هذا إذن، فهذه هي الأسباب وهذه هي الأهداف التي من أجلها مات أجدادنا وسقوا هذه الأرض الطاهرة بدمائهم الغالية من أجل أن تسترد البلدة أو يسترد الوطن حريته وينفك، لأن الإسلام هو الذي دفعهم إلى ذلك. الإسلام هو الذي أمر المؤمنين، لم يبح لهم فقط ولم يجز لهم فقط، وإنما أوجب عليهم أن يدافعوا وأن يقاتلوا من أجل أن يردوا الظلم وأن يردوا القهر والطغيان الذي كان يقع. هذا هو السبب وهذه هي الأهداف. فالسؤال الثاني إذن هو ما الذي فعله الأحفاد بهذا الإرث الكبير؟ ما الذي صنعناه الآن بعد كل هذا الجهد، بعد كل الدماء التي أريقت في الجزائر؟ استشهد منهم تعرف بالمليون ونصف المليون شهيد في عصر، أي في القرن الماضي، مع أن الجزائر في ذلك الوقت كم كان فيها من السكان؟ 3 ملايين وربما 4، بمعنى أن ثلث الشعب تقريبا مات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش الشعب حريته، ومن أجل أن يعيش على هويته، لأن الإسلام يرفض القهر، لأن أمتنا ترفض أن يتحكم فيها الأجنبي كيفما كان. هكذا هي هذه الأمة، بعض الدول قبلت بالمستعمر، لم تكن لها هوية واضحة، واضحة المعالم، فقبلت لغة المستعمر وجعلتها لغتها الرسمية، وقبلت بثقافة المستعمر وحتى بدين المستعمر، فصار الدين الأعلى والدين الرسمي للبلد. لكن هذه الأمة المسلمة لها خصوصيتها، لا يمكن أن تقارن بشرق البلاد ولا بغربها. أمريكا انفكت من الاحتلال البريطاني من 200 عام ويزيد، ولكنها استمرت على ثقافته ودينه. أما البلاد الإسلامية فإنها احتلت لعشرات السنين، ومع ذلك ما إن خرج المحتل حتى رجعت الأمة إلى ثقافتها، ورجعت إلى دينها، ورجعت إلى هويتها، ورجعت إلى لغتها وثقافتها. لذلك إذن الذي يفعله الأحفاد الآن، ما الذي تتصورون لو أن هؤلاء الذين وقعوا على وثيقة المطالبة بالاستقلال، لو أنهم قاموا اليوم مثلا وأعلموا بما عليه الأوضاع في بلاد المسلمين عامة وعندنا خاصة، مثلا لو علموا أن من أحفادهم من يدعو إلى إبعاد الشريعة وإلى إبعاد الإسلام، لو علموا أن من أحفادهم من يضار اللغة العربية ويحاول إقصاءها من الواقع ويحاول اتهامها وتشويه سمعتها وتلطيخها ونسبتها للعجز وهي في عز الشباب، ماذا سيقول هؤلاء الأجداد لهؤلاء الأحفاد الذين أقل ما يقال فيهم أنهم عاقون؟ لو كانوا بارين بآبائهم وأجدادهم لمشوا على خطاهم ولا حافظوا على مقومات بلدهم. فلماذا إذن يأتي هذه الأيام من يكتب ويصف ثقافة الأمة وهوية الأمة بالضعف، ويشكك في الشريعة وفي صلاحيتها، ويمجد بالمقابل ما يفعله الآخرون من أبناء المسلمين، من أحفاد هؤلاء المجاهدين الذين دافعوا باستماتة من أجل العودة إلى هوية هذا البلد وإلى هوية هذه الأمة؟ لماذا؟ لماذا يفتخر بعض أبناء المسلمين بثقافة الآخر ويمجدونها، وتجدهم يستهزئون بثقافتنا وبديننا وبشريعتنا؟ الذين كانوا يقولون قبل 4 أشهر إنهم لا يصومون رمضان، وقالوا ما صايمينش، ورفضوا عيد الأضحى وقالوا ما معيدينش، لكنهم عندما أتت مناسبة الميلاد المسيحية صاروا يدافعون باستماتة عن الاحتفال بعيد الميلاد.
نعم، يقولون لماذا لا تحتفلون؟ لماذا تحرمون الاحتفال والتهنئة بعيد ميلاد المسيح؟ لماذا؟ وصاروا يطرحون هذه الأسئلة، بمعنى أنها مواجهة شرسة لكل ثقافة وهوية وشريعة هذه الأمة، وبالمقابل تمجيد لكل ما يأتيك من الغرب. سيأتيك عيد آخر، عيد الحب، وسيأتيك عيد الكره، وسيأتيك أعياد أخرى يدافع هؤلاء عنها. لكن عندما يتعلق الأمر بأعياد الأمة وبدين الأمة وهوية الأمة فإنهم يرفضون. السبب طبعا واضح، لأن أعيادنا نحن المسلمين أعياد حضارية حقيقة. أعيادنا نحن المسلمين عندما نعيد في عيد الفطر نفرح لأننا قضينا شهرا في التعبد، وليس كما يفعل الآخرون يحتفلون لأنهم قضوا ليالي ماجنة حمراء بالفسق والفجور والخمور وما إلى ذلك. عندما نحتفل في عيد الفطر فإننا نخرج زكاة نطعم بها الفقراء، وفي عيد الأضحى نضحي من أجل أن يطعم الجميع فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لكن عندما يحتفل الآخرون فإنهم يرهقون رجال الأمن في كل البلاد، ويغلون الأسعار، ويخيفون الناس، ويشيع القتل والعنف والجرائم وكل هذه القبائح في المجتمع، شتان بين هذا وذاك. لذلك لا يشرف أجدادنا أبداً الذين وقعوا على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وما كان الذين وقعوا إلا ممثلين للشعب أجمع، الشعب كله في الحقيقة، إلا ما شذ ولكل قاعدة شاذ. الشعب كله كان يرفض هذا المستعمر، وكله كان مع الوثيقة المطالبة بجلاء هذا المستعمر. فلذلك ماذا سيقول هؤلاء الأحفاد الذين يعارضون شريعتهم ويعارضون دين أمتهم ويعارضون ثقافة أمتهم، ويريدون أن يستبدلوا بها ثقافة أخرى عبارة عن ثقافة ماجنة، عبارة عن ثقافة فاسدة، عبارة عن ثقافة لا تمت إلى الأمة بصلة ولا تسبب لها إلا الانتكاسات بعد الانتكاسات. لذلك إذن عندما نقرأ ونقف مع هذه المناسبات أيها الإخوة، وجب إذن أن نأخذ منها العبر والعظات. وأهم عظة إذن هي أن نحافظ على الأهداف وعلى ما توصلت إليه الأمة من خلال طردها لهذا المستعمر. والسبب الرئيس هو أننا نرفض دائما التحكم في رقابنا، ونرفض أبدا أن يتدخل أحد مهما كان بيننا وبين شريعة ربنا، لأننا ارتضينا الإسلام منذ 13 قرنا وقبلنا به عن طواعية ما فرضه أحد علينا، وإلى الآن لا يفرضه أحد. العكس، الإلحاد الآن هو الذي يفرض، والتنصير الآن هو الذي يفرض بالأموال وبالعطاء السخي وبالتغرير بالناس. أما الإسلام فلأنه دين الفطرة فإن الأمة ارتضته من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. هذه مناسبة إذن للتمسك، كما قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، ما تزال إذن هذه الأمة تدافع من أجل هويتها ومن أجل دينها ومن أجل ثقافتها، وهذا ما يقع في بلاد إسلامية شتى، كما يقع في فلسطين التي لا زالت تدافع، مرة تهدأ ومرة تنتفض، ولن يهدأ للعدو بال ولن يرتاح له قرار إلا بعد أن ينال
شعب فلسطين حريته كاملة من النهر إلى البحر ومن لبنان إلى مصر. هكذا هي القوانين الإلهية. مهما طال الظلم ومهما طال القهر، إن فرنسا مكثت في الجزائر 132 عاما، ومع ذلك ما قال الناس إن الأمر انتهى ولا بد أن تبقى فرنسا. والأسبان في سبتة ومليليا من أكثر من 500 عام، ولن يهدأ لنا للمغاربة جميعا، لن يهدأ لهم بال إلا بعد أن يسترجعوا الثغور المحتلة. وهكذا في كل بلاد الإسلام والمسلمين. لذلك نحن في مثل هذه المناسبة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة إجابة أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. نسألك اللهم أن توفق المسلمين لتحرير ما تبقى من أراضيهم المغتصبة التي ما تزال تحت حوزة الكفر والظلم والظالمين والكافرين. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك. نسألك اللهم أن تهيئ الطائفة المؤمنة القوية التي تحرر المسجد الأقصى المبارك وكل مقدسات وأرض الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم والقهر عن بلاد الشام. اللهم ارفع عنهم الظلم يا رب العالمين. اللهم إن الظالمين عندهم قد طغوا وتجبروا، فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم بغوا في الأرض الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترفع الظلم عن كل المسلمين في كل أصقاع العالم، في العراق وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. سأل الله لشبابنا وطلبتنا أن يذكرهم بدروسهم. اللهم ذكرهم بدروسهم. اللهم علمهم ما ينفعهم. اللهم انفعهم بما تعلمهم. اللهم زدهم علما وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه. أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم ولجميع قادة المسلمين من يقود بنواصيهم لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.